السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك نعيدكم، يعلى الله يعودكم عليه إن شاء الله كل سنة وكل حول، وأنتم سالمين وغانمين. ومبارك نعيدك يا بلادي، ومبارك نعيدكم يا حكام بلادي، ومبارك نعيدكم يا أولياء عهود حكام بلادي، ومبارك نعيدكم يا شيوخ بلادي، الصغار والكبار، الكل منكم والجميع. زين نرد الحين عاد من مبارك نعيدك يا أم الإمارات، مبارك نعيدك يا بنت مبارك، مبارك نعيدك يا أم محمد، مبارك نعيدك يا أم الشيوخ. زين ومبارك نعيدكم يا الشيخات، يا أمهات الشيوخ، يا زوجات الحكام وزوجات أولياء العهود وبنات الشيوخ الصغار والكبار. زين ومبارك نعيدكم يا الوزراء والسفراء والمدراء وحلب الجيش وحلب الشرطة، مبارك نعيدكم يا جنودنا البواسل، مبارك نعيدكم يلي في الجبهات، مبارك نعيدكم يلي بعيد عنا وبعيد عن هاليتكم، مبارك نعيدكم يلي موجودين في قلوبنا، انتم بعيدين يا غير موجودين في قلوبنا، ونشوفكم ابوي هني، ها هني نشوفكم صبح ومساء، وكلنا لو انتم مسافتكم المسافه اللي بيننا وبينكم بعيده يا غير نشوفكم قدام عيوننا، وندعي لكم في كل فرض واجفين وياسين ان الله يعودكم، مسافه بيننا وبينكم بعيده يا غير يعلى الله يحفظكم، ندعي لكم واجفين وياسين وان الله يحفظكم من كل شر وضر يا رب العالمين. ومبارك نعيدكم يا شعب دوله الامارات، من ابوي السلع لين الفجيره، كلكم الكل منكم والجميع، ليه في البر وليه في الحول وليه مرورا بالسمحه، لين ند الشبا، لين الخوانيج، لين الديد، لين قدفع، لين خور فكان، لين دبا، لين الفجيره، كل هال وبالاخص عاد اهل السمحه، يعني الله يحفظه من رميثات، رميثات السمح بعد روحهم ابوي وعجيد القوم هناك عاد ام عبد الله، يعني الله يطول بعمره. ومبارك نعيد ابوي الدكاتره والنرسات والدريوليه وهل بالاسعاف واللي قابضين خفر والطلاب والمبتعثين والميهد اللي في المستشفيات في الدوله واللي خارج الدوله واللي في السفارات والموظفين والسلك الدبلوماسي البعثات الدبلوماسيه داخل الدوله وخارجها، والمرافقين اللي ويا الميهد منو بعد، وحتى البشكارات اللي ويا الميهد المرافقات هنا، ولي في حقول النفط ورجال الاطفاء واللي يسوقون الاسعاف واللي قابضين الدوريات واللي قابضين ابوي خفر كل، واللي قابضين ابوي التشريفات واللي مودرين بيوتهم وعيالهم قابضين ابوي في التشريفات، يرتبون وينسقون ويعدلون ويسوون المايوب، واللي قابضين الحراسات واللي في المراكز الحدوديه واللي في المطارات واللي في الطيائير، يا ربي الدنيا كلها بخبر ابوي، كلكم مبارك نعيدكم، واللي نسيته ترى يسامحني عاد ما باليد حيله، ما شاء الله عليكم وايدين، ما توبلوني على الله يحفظكم وانتم سالمين. والله يرحم موتانا وموت المسلمين، ويرحم اللي كانوا ويانا معيدين العام والسنه فقدناهم من ذكور واناث، ما باليد حيله، ما باليد حيله. السلام عليك يا الغالي اخوي ابو محمد، عيدك مبارك وعساك من عوادة العيد يا الغالي، ربي يحفظك ويوفقك يا رب، اخوك فاضل مزروعي. ويعلك من عواده، يعلك من عواده يا فاضل. ابو محمد سلام عليك، كل عام بخير ومبروك عليك العيد، ينعاد علينا وعليك ان شاء الله، اخوك محمد بن ابراهيم مزروعي. والله والنعم 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 والنعم، بلاك تبين نحرينا ابوي اللي عايد بالعرب يبتسم عن ابوه، انت مطنبل عافانا الله. كل العرب تخبر عنك وين صلاح، وبلاك ما بلابس كندو السفره والعقال يقولون. ما تبى؟ كيف يعني؟ سرت؟ لا من الصبح، من الصبح وين سرت؟ بديه. سرت بيت قوم بدري وبعد؟ خلف. وبيت قوم خلف؟ الطوم. الطوم بعد الحين الوحيد وين بيصير؟ حبوب اول. بيصير بيت قوم حبوبه. زين وخلاف؟ عبد الجليل. بيت عبد الجليل وخلاف؟ بيت خالوه؟ فريج التيار. صبر اهم شيء فريج التيار، بتصير بيت خالوه ولا بساير؟ متى الحينه؟ هي يلا سر ان شاء الله. يلا الله يحفظك.
ستي هاي؟ هي ست بستمية هاي تخسرني وايد كذي. يا سأسجلكم حينها هنا. هذا أبوي سعيد راشد محمد الفلاسي يارنا. ها يارنا عاد يارنا يارنا مرة لزم. وهذا الخص هذا أبوي سمية أنا خالد خالد بن بن سعيد بن راشد الفلاسي. بعد يارنا عادها خوالهم قبيسات وخاله الولد هذا قب مهنا. ناس معروفين صدقانا عاد خش معين ويانا. انزين المراد ما بهذا الموضوع. انا بخبركم شو السالفه حين اللبو ها بخبر مش السالفه. احنا صورنا ونقلنا النقاش انت لكن ما انا اللي مغزه في التصوير. انزين اللي بغزة الله يحفظكم. الولد انت جايب كم جايب ايه؟ 6 اي وكل بي. والباقي بي. وابوك قالك بيعطيك 100 عن كل اي ولو 10 50 عن كل اي 50. واقول لي يا ابوك ليش عادي بس الا 50؟ قال ابوي ان اعطيتهم زياده وايدين جايبين قوم ايه بيخسروني. انزين التحيل بتعطيه العيال ولا اسمع عنك. قالوا لي انك بخيل يا غير ما صدقت. لا ما تنزع. لا ما حد قال لي. لا والله كل حد يصيح ومن بخلك اليوم عادي. لا لا الحمد لله. انزين شو قلت الحين بخيل؟ مقصر على العيال تقول لي هذا؟ عرفك 10؟ لا انا ما قلت 10 100 500 عطني اعطنها 500 عن عن كم اي؟ عن اي كل اي. انزيك ولو اللي جايبين 20 اي بتعطيهم 20,000؟ يعني ما بتعطيهم 20,000 صح؟ لا. حتى لو يجيبون 20 اي منو 20,000؟ لا في هذا يعطيهم 20,000 هي بحسابهم حط في البنك. شفت انك بخيل. حافظك يا ابو راشد ويخليك لهم. لا عاد ويخ... انا سويتنا عند الناس كله خلاص طلعتنا بخير. لا لا بخير رمسه هاي سوالف. لا مغيه احنا شوي تفيك عاد فيهم البركه يبلغ فيهم عرسان وخاصه هذا السمي. شو اسمك انت؟ خالد. هيك اكل كامل شو؟ خالد سعيد. شو هي؟ بعد بخيت ابن شيء بخيت عندكم اخر شيء اخر شيء. واسم اليد وين ودرته؟ المهم ناجح انت ولا لا؟ كم اي جايب؟ الشهاده قبل قبليه؟ هي اربعه. كم كم عطاك كم عطاك عند شهاده قبليه؟ الشهاده الحين جبتها؟ ما اعرف اصلا ما اعرف انه بعد ما جاب الشهاده. لا الشهاده القبليه كم عطاك؟ ما اعطاني شيء. شفت قايل؟ ما شاف اكيد ابوي جايب طماط حمر دويرات. لا بس اربعه كلها بي واثنين سي. ابوي لك في دم التبو الشهادة حي لكلها اي اي او اي اي يعني ناجح احسن شيء يجيب احسن شيء الاي وبيعطيك ابوي عن كل اي 500. اوكي هي شو بس اي روحها بلس وحده بس اي بلس كله اللي يجيب اي بلس يعطونا 500. خالد ابوي لازم تطلع على خوالك خوالك اكرام لا تصير ابو جد العرب هاي لك اهلي من طرف هذا وسوالف يا ولد الحلال. انزين السمي انزين اوكي ايه تطلع على منو على قب المهنة خوالك بس بس. ودي من المفارجين اللي مفارج ولد اللي مفارج ام اللي مفارج اخو اللي مفارج حرمة بنت عم خال اكيد انهم غامضين ويطرون علينا صبح ومساء ناشين ياسين في كل وقت نذكرهم امهاتنا وابهاتنا. يا غير الحزن مش مفروض في يوم مثل هاليوم يوم عيد رب العالمين رب العالمين جعل اليوم هذا فقط للفرح. هاي لازم الادمي كل مسلم يعظم شعائر الله. من شعائر الله الفرح والسعادة بالذات في يوم العيد. لازم يوم العيد الإنسان ينسى كل حزن وكل ضغينة وكل مشاكل وكل وكل مشكلة بينه وبين صاحب ولا صديق بن عم ولا بن خال أخو أيا كان هذا كله خلاص يولي. وما تقدر أنت حين تقول والله ما بروم عيد وأنا مفارج فلان ولا علان. لا أنت عبارة أنت كأنك أنت ما بيعزلك بتيارم ربك حين انت ما بتيارم ربك. هاي قضاء الله وقدره والحي ابقى عن الميت. ما يقول الانسان انا توه ميت فلان ولا فلان
بعد حتى عينه ما خاست وانا بتشحل. لا والله تشحلن وتلبسن وتعدلن، واللي مات ابويه يا الله يغفر له. معلوم الفراق صعب، الفراق صعب، والحزن يتم في القلب يا غير. انت حينه ما تروم تكسر مرة. يا غير اللي اصعب عن الحزن انك ما تعظم شعائر الله، ومن شعائر الله الفرح في العيد. لا بد. وهذا ابوي سعيد بن خالد، سعيد خالد احمد عبد الله الخالدي معرس. ايش رايك؟ شكرا. عفوا. وهذا ابوي بعد احمد يعلى الله يحفظه، احمد بن خالد بن احمد بن عبد الله. انت على ابوي وانت على يدي، انت ابوي وانت يدي. سعيد يعلى الله يحفظه على حياه يدي، على حياه سعيد بن احمد بن خلف بن خدي القبيسي. وهذا ابوي على احمد بن عبد الله الخالدي. يلا شوف، لازم تحط في بالك ان انت سميك اللي انت مسمينك عليه كل فرض في المسيد من استوت الدنيا لين توفي عليه الجنه، وانت مفروض انك كل فرض ابوي في المسيد، ولا لا؟ صح. ايه هل صح الا شيء لازم تنفذ. زين وانت شرا. وانت على منو؟ وانا طالع على ابوك. زين يعني شيء صراه ولا لا؟ اكيد شيء صراه. يعني اللي يبدأ. يلا بركه وخلوني ارمس. ثانك يو. وصول شقيقنا الاصغر اخر العنقود والحبيضه خلاف بن احمد بن عبد الله الخالدي. مرحبا مرحبا بو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي وصلنا فريج التيارات، حتى حاطين نشر. بتحرم بس العاديين يحطون نشور حتى بيوت التيار. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بعد بننزل بنسلم وخلاص برد الدرب مسكم. لازم تجي تيلس إيلس 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 إيلس. هذا خليفة ولد سيف بن درويش. إيلس أبوي، هذا أبوي ولد الكمبني العود بارك الله فيه. خليفة أبوي. هذا أبوي عبد الجليل والطاها بن عبد الجليل. ما شاء الله باجي ما أتذكر كم. ما شاء الله أنا أهم واحد. أنت أهم واحد أكيد. أنت أهم واحد. زين خلنا عند خليفة. خليفة بن جاسم الزعابي. انزين سعيد سيف بن درويش الكتبي. انزين عبد الجليل احمد طه 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 بن احمد بن عبد الجليل. انزين راشد راشد بن احمد بن عبد محمد بن طه بن عبد الجليل. والنعم محمد بن احمد بن عبد الجليل. ما شاء عبد الجليل طه. والنعم ابوي العربي يا بنت سعيد جايه عندك يتباركون بسمك وبشي وبشي ان شاء الله بسمك تبون يوني يا ادم. انا ما يعني الله يحفظك ان شاء الله. ولد الكمبني العود، انت ولد ابوي راشد بن درويش بن احمد. زين الكتبي. انت خوالك منو؟ راشد بن العديج بعد.
منو خوالك؟ قام الفوت. زاهد القاضي فنان. على الله يحرك. أقولكم 90% كل بشوتي. كل 99% كل بشوتي. أقول لك. يلا إيه شباب يلا يلا قفضوا قفضوا. يلا هجوم على الميلس. عليك السلام. هذا ابو الكمبني العود اللي يطرونه سيف بن درويش. سيف بن درويش هذا ولا يحب التصوير ولا شيء ماته. وهذا عاده شقيقه راشد بن درويش. يقول لك ليش نستبعد؟ ما اسمعك. ليش نستبعد؟ عسى بجلس اصورك. انت ما تبى التصوير وما يجلس مشاهد انك ما بروم اصورك. هذه صوره حياه درويش بن احمد الكتبي. صوره حياه درويش بن احمد يا له الجنه الله يغفر له. أجمل صورة في الدنيا العودة صورة حياة زايد اللي حاطينها في النصيفة شو ما زينها الحين هذا الحين لا لا الحين أول بادي أنت وأنت أبوي أنت خل عاد أنت ما شاء الله تبارك الرحمن إيه عثرتنا الله ترى شوف هالرجال ترى أكبر عني يمكن بخمس سنين لكن ما شاء الله عليه شوفها شباب 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 يا الله هي عيشوا أحسن أقول صدق عن العين. يا رب يا رب يا رب مالله. شوف ترى كلهم حق بعد الأموات. لا زم زيارة. السلام عليكم يا من في القبور أنتم السابقون ونحن الأحب. اعتقد ان الناس كل حد يزور القبور ما ظني حرام ولا حلال والله ما ادري. انا عن نفسي دوميت. انا عن نفسي دوميت القبول عند الله سبحانه وتعالى. قبر هذا قبر الخاجة متوفي ويا ولدي محمد مصلين عليه في نفس المسجد اللي ثلاث جنائز كانوا في آن واحد وسبحانك يا رب. وصدف انه هم دفنوا في البطين ونحن في الله يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله. والله الناس تهزور يعني انا ان شاء الله اكيد ان شاء الله العرب يزور. بعد بنت احمد سلام عليك. وعليكم السلام. مبارك عيدك. لك من عوادك. كيف حالك؟ بخير. كيف انت؟ الحمد لله. صلاح امين. ها بنت احمد شو اللي يميز العيد عندك اليوم؟ شوفت رئيس الدوله الله يطول عمره يعطي الصحه والعافيه. امين يا رب. صلاح قول امين. امين الحمد لله. واصبح العيد عيدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله نشوفها اليوم ودوم يا رب. ودوم يا رب العالمين. آمين. صحه وعافيه وسعاده.
يجوز حسب التحمد. نعم. بكرة شيء دوام؟ باكر لا. يوم الهي ولا يوم لا؟ باكر يوم لا.